برشا تجاوزات كنا حسبنا وانها انقرضت، لكن حسب بعض المعطيات فان الظواهر هذه اصبحت وكانها موروث تونسي، اضافه لظاهره التعذيب اللي كانت موضع اهتمام عديد الجهات. نلقاو ظاهره التجسس الالكتروني اللي كانت محور اهتمام الحزب التونسي وحزب القراصنه اليوم خلال ندوه صحفيه، وين اكد المشاركين ان حريه التعبير ولات مهدده بعد الثوره تحت غطاء قانوني. اسم الوكاله الفنيه للاتصالات متابع نبيل الاحمدي. أكدت مريم بن نور رئيسة حزب التونسي وصلاح الدين كشك رئيس حزب القراصنة خلال ندوة صحفية عقدوها زوز أحزاب اليوم امتلاكهم لملفات تفيد بأن الدولة تمارس في الرقابة والتجسس الإلكتروني وكذلك التعذيب عند السجن أو الإيقاف. المشكلة في تونس توا أنه فما جرائم إلكترونية مش يرتكب فيها شباب ولا مواطنين عاديين، ترتكب فيها الدولة، بمعنى أنها تدخل لك على صفحتك الشخصية تقرصن لك ما تحكي أنت وصديقتك ولا أنت وأصحابك، وبعد على حسب ما انت حكيت تستنبط لك جرائم. مثلا انت عملت نكتة على وفيها كلمة قنبلة مثلا، تستنبط لك حكاية تخرج إرهابي. عنا ناس تموت تحت التعذيب، مش احنا برك نقولها، تقولها يومن رايتس واتش، تقولها رابطة تاع حقوق الانسان، تقولها المنظمة التونسية اللي مناهضة التعذيب. عنا ناس تموت تحت التعذيب، تموت 404 ما تنحاش 404. كان وقت بن علي يعمل حجب مباشر باش لانفورماسيون ما تخرجش وما تكبرش على مستوى الوطني لهنا، اما لبرا العباد تجم تشوف لانفورماسيون هذيا. بعد ما خرج بن علي وزاره الداخليه والسمير ديلو وزاره الدفاع حاولوا باش يعملوا لجنه مشتركه ويحاولوا يعملوا اوتو سانسور، وبدات المانيبيولاسيون كما تشوفوا في الفضاء هذايا والاخبار الزائفه، وعاملين ديفو بروفيل، وهما الدوله عامله ديفو بروفيل وقاعده تعمل في الحكايات هذيا الكل. من بعد احنا اليوم شنو يعملونا؟ يعملونا وكالة كبيرة باش تجرم النشاط الإلكتروني. وأضاف صلاح الدين كشك بأن الوكالة الفنية للاتصالات اللي تم أحداثها هي مظلة لقمع حرية التعبير والتجسس على المعطيات الشخصية للمواطنين. وكالة مدعومة من الدولة باش تجرم العباد هذوما وتعمل موازاة ما بين القانون هذا اللي هو قانون ما تحينش من عام 1990 اللي هو قانون بن علي، تجريم جرائم حق عام، يعملوا موازاة مع الجريمة الإلكترونية، وزيدها قانون الإرهاب. يعني بالنسبة ليهم توا أي إنسان يكتب أي حاجة تقلقهم هما باش يحاسبوه بالقانون هذا، يعني باش تدخل الشباب الكل الحبس. هذا من المنتظر باش توقع محاكمة صلاح الدين كشك غدوة بتهمة الدعوة إلى تظاهر المسلح.